بعدين بدنا نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العظيم إلى المملكة العربية السعودية بدءا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب سمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومعالي رئيس مجلس الشورى الأخ العزيز الدكتور عبد الله آل شيخ وإلى كافة العاملين في الأمانة العامة لمجلس الشورى السعودي على حسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة واستضافتهم هذا المؤتمر، وكذلك الشكر موصول لمعالي الأخ الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني رئيس الدورة الحالية. وقبل أن أتحدث عن تفاصيل ما جاء في بياناتنا والقرارات التي اتخذت، أنا بالنسبة لي أهم نجاح تحقق في هذا الاجتماع هو وجود الأعلام الست جنبا إلى جنب، وجود وفود الدول الست، ووجود رؤساء برلمانات الدول الست، ولم يكن لذلك أن يتحقق دون دعم وموافقة ومؤازرة ومساندة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذين باركوا هذا الاجتماع، وإن شاء الله هذا يعني مؤشر خير ومدخل لتفاؤل كل الشعوب الخليجية إن شاء الله بقرب انتهاء الأزمة الخليجية، وهذا ما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل فيه إن شاء الله. الاجتماع والقمة ناجحة كما نجحت كل القمم والاجتماعات التي تحدث في المملكة العربية السعودية، كما أشرت في كلمتي المملكة العربية السعودية التي تتعرض كثير من الأحيان إلى العديد من الهجمات بسبب دورها التاريخي في احتضان قضايا الأمة الإسلامية والعربية والخليجية. شكرا لكل من عمل على إنجاح هذا الاجتماع، شكرا لمجلس الشورى السعودي، شكرا للبرلمان العماني، شكرا لكل البرلمانات الخليجية التي شاركت، شكرا للإعلام الخليجي الذي تميز بهذه التغطية، ونحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح هذا المؤتمر. التأكيد على التنسيق ما بين البرلمانات الخليجية في كافة المحافل الدولية والإقليمية والآسيوية والعربية. طبعا اتفق الجميع في اللقاء التشاوري على كل الأمور، ولم ندخل الاجتماع الرسمي إلا متفقين على كافة الأمور، وأبرزها وعلى رأسها هو رفض أي اعتراف بسيادة الكيان الصهيوني الغاصب على أراضي هضبة الجولان، واتفاق الدول البرلمانات الست على إثارة هذا الموضوع في الاجتماع الاتحاد البرلماني الدولي القادم في الدوحة، وإصدار بيان مشترك لهذا الأمر، وهذا جاء منسجما مع مواقف الحكومات الست تجاه هذه القضية، والتأكيد على رفض الاحتلال الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي العربية المحتلة في فلسطين. وكذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في سلطنة عمان سيتم اختيار موضوعه بالتنسيق بين الأمناء العامين والرؤساء برلمانات الدول الست، وبقية التفاصيل اللي موجودة في البيان كلها جاءت باتفاق تام وكامل بين الأخوات والأخوة أصحاب المعالي رؤساء برلمانات دول الخليج. شكرا لكم جميعا على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير.